بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بمعنى الجزاء، أي يحصد الإنسان جزاء قوله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح الإنسان فإن الأعضاء تكفر اللسان، يعني تذل له وتخضع، تقول له: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه، أي لسانه، وما بين رجليه، أي فرجه، أضمن له الجنة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الإنسان الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. قال: الفم والفرج، اللسان عضو صغير إما يكثر به خير الإنسان، وإما يكثر به شره، إما ينجو به الإنسان، وإما يهلك، إما يسعد به الإنسان، وإما يشقى. لذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصمت إلا من خير. قال: من صمت نجا. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم. كان السلف يتوقون جدا لسانهم، لدرجة أن أبا بكر رضي الله عنه كان يضع الحصاة في فيه ويشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو، ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال طاووس رحمه الله: لساني سبع، إن أرسلته أهلكني، إن أرسلته أهلكني.
وفي حديث سفيان رضي الله عنه الذي قال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ فأومأ صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، أي أشار. وهذه رواية الترمذي رحمه الله تعالى. حصاد اللسان إما بخير وإما بشر، فطوبى لعبد انشغل بحصاد الخير ولم يستعمل لسانه إلا فيما يرضي ربه تعالى من ذكر الله وتلاوة القرآن وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال وتعليم الجاهل والإحسان إلى الناس. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وليجتهد المؤمن اجتهادا عظيما في أن يتقي شر لسانه وأن يكفه ويخزنه ويحبسه ولا يتكلم إلا بخير ولا يتكلم إلا بخير. كانوا يقولون: لسان المؤمن وراء قلبه، ولسان المنافق أمام قلبه. لسان المؤمن وراء قلبه لأنه يتفكر في الكلمة قبل أن ينطقها، إن كانت بخير أمضاها، وإن كانت بشر أمسكها. وأما المنافق لا يبالي، يتكلم بالكلام يمينا وشمالا دون مبالاة، وهذا خطر عظيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا، عياذا بالله تعالى. حصاد اللسان، حصاد اللسان ينبغي أن نهتم به عباد الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إما بخير أو بشر إلا لديه رقيب عتيد، أي مراقب له شديد الإحصاء عليه. فالله عز وجل لعباده بالمرصاد يرصد عليهم أقوالهم وأعمالهم، أحصاه الله ونسوه. لا تظنن أنك لن تؤاخذ ولن تحاسب، وإنما ستؤاخذ وستحاسب على كل قول
لا سيما إذا كان يتعلق بالآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. إلا الحقوق، إلا الآخرين، إلا الحقوق وإلا الآخرين. فالظلم ثلاثة دواوين: منها ظلم العبد لأخيه، ظلم العباد بعضهم لبعض عياذا بالله تعالى، من حصاد اللسان المر والذي قد يستهين به الكثير، وما أكثر الناس الذين يستهينون. مثلا الغيبة، الغيبة، الغيبة بكسر الغين، ذكرك أخاك بما يكره من خلف، كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره من خلف، أي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي ارتكبت بهتانا وإثما عياذا بالله تعالى. والغيبة هذه التي تقع باللسان، وقد تكون بإشارة، كلامك عن أخيك من خلفه بما يكرهه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وحكى القرطبي رحمه الله الإجماع على ذلك، لأن الله تعالى قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فكما يحرم أكل لحم أخيك المسلم ميتا، فكذلك يحرم أكل لحمه حيا بغيبته والوقوع في عرضه. تقول عائشة رضي الله عنها: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. يقول الراوي، تعني قصيرة، يقول الراوي تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. البحر لا تؤثر فيه النجاسة بالإجماع، لو ألقي في البحر نجاسة لا تؤثر فيه، هذه الكلمة تؤثر فيه، تجعله نجسا
لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لو خلطت بماء البحر لخالطته وأثرت فيه عياذا بالله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ليلة عرج بي أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، أي يقطعون وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء؟ يا جبريل. قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم، هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم، عرض المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. عرض الإنسان موضع المدح والذم منه. فالذي يغتاب أخاه المسلم قد وقع في عرضه. الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. وفي المقابل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عظيما لمن يدافع عن أخيه المسلم في غيبته. قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق، أي مغتاب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم منافقا، لأنه يبطن الفضيحة ويظهر النصيحة، لأنه يجلس عند أخيه قد يرى عيبا فلا يذكره له، ويذكره من خلفه جبان رعديد. سماه النبي صلى الله عليه وسلم منافقا. لو كان صادقا لذكر عيب أخيه له في وجهه نصيحة، يقول له: يا أخي الدين النصيحة، ينصحه، يذكره بالله. ربما يكون غافلا، ربما يظن أن ما يفعله صوابا، فعند ذلك النصيحة تكون صادقا. سمي الصديق من الصادق لأنك تعامله بصدق، لا أنك تظهر خلاف ما تبطن. فإنك تظهر أمامه أنك صديقه وحبيبه وأخوه في الله إلى آخر هذه العبارات، ومن ظهري وخلفه تتكلم عليه. أي ذنب الله؟ من حمى مؤمنا من منافق، أي مغتاب، إلا أرسل الله له ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. وأشد الناس حرمة العلماء، لحوم العلماء مسمومة
وسنة الله في منتقصيهم معلومة. وأشد الناس ذنبا الذي يوقع الوقيعة بين الأمة وأهل العلم هؤلاء الذين يصدون الناس عن العلماء. فعندما تتكلم عن العالم وتقول إنه كذا وكذا وكذا، ما النتيجة؟ صرفت الناس عن علمه، صرفت الناس عن الاستفادة منه، فيكون هذا من الذنوب العظيمة. لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصيهم معلومة. سنة لا تتبدل ولا تتغير، عياذا بالله تعالى. هذه الغيبة، وليس من الغيبة النصيحة، كالنصيحة لدين الله، كما نقرأ في علم الجرح والتعديل: فلان كذاب، فلان كذا، فهذا نصيحة للدين. كذلك أيضا نصيحة للأمة، إذا جاءك رجل قال: يا فلان، إن فلان قد تقدم لخطبة ابنتي، ما رأيك فيه؟ يلزمك أن تنصحه، يلزمك أن تقول بما تعلم، إن لم تفعل كنت خائنا ولم تقم بالنصيحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قد تؤذى، لا بأس، واصبر على ما أصابك. قد يخون هذا الذي نصحته، لأن الواجب الكتمان. أنت استنصحتني فنصحتك، تذهب وتقول لهذا الشخص: إن فلانا يقول عليك كذا، وقيعة، نميمة، إفساد بين الناس. حتى وإن فعلت ذلك لا تترك النصيحة، لأن الله عز وجل قال: واصبر على ما أصابك. فأنت تقوم بالدين وبما يلزمك من أحكام الدين، واصبر على ما أصابك. ثم من حصاد اللسان المر النميمة، والنميمة من كبائر الذنوب أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى النمام من شرار الناس، النمام من شرار الناس. قال صلى الله عليه وسلم: خياركم من إذا رؤوا ذكر الله، وشراركم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. خياركم، أفضلكم، الذين إذا رؤوا ذكر الله تذكر رؤيتهم بالله تعالى، وشراركم عياذا بالله المشاؤون بالنميمة.
المفرقون بين الأحبة، يا ذنب الله، الباغون للبراء العنت، أي يبغون للبريء المشقة. يصعب عليه جدا أن يرى الناس أحباء، يشق عليه جدا أن يرى المودة والترابط بين المسلمين، يريد أن يفرق بينهم، ويصعب عليه جدا أن يرى إنسانا قد اجتمع عليه أمره وشمله، ليست عنده مشاكل، يصعب عليه جدا. لماذا هذا يعيش بدون مشاكل؟ لابد وأن يعيش بمشاكل. الباغون للبراء العنت، يطلب للبريء العنت المشقة. هؤلاء شرار الناس، وما الذي يظهر إلا بقايا سواد في قلبه، إلا بقايا حقد وحسد في قلبه عياذا بالله، فيسعى بين الناس يقطع الأوصال والأواصر والعلاقات. فما هي النميمة؟ النميمة السعي بين الناس بالإفساد، نقل الكلام بين الناس بالإفساد. مثلا جالست رجلا فضفض معك بكلمة، لنقول غيبة، وأنت لم تقم بالواجب عليك من ردها، أخذت الكلمة وذهبت إلى صاحبها وقلت فلان يقول عليك كذا. هذه هي النميمة، هذه هي النميمة، إفساد، نقل الكلام، سعي بين الناس على جهة الإفساد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. القتات الذي يشعل النار، يشعل نار العداوة. لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لا يدخل الجنة نمام. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي في نظر الناس، في نظر الناس كلمة، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هذا النمام، هناك ذو الوجهين، ذو اللسانين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. من ذو الوجهين؟ من ذو اللسانين هذا؟ هذا الذي ينقل بين الكلام بالاثنين، بين الاثنين. النمام ينقل لطرف، ذو الوجهين ينقل للطرفين. يجلس هذا، حدث كلام، يذهب إلى الثاني ينقل له الكلام، الثاني تكلم يأخذ منه الكلام وينقله للأول، هكذا عياذا بالله. له وجهان، من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. هذا أشار
أشر من الأول عياذا بالله تعالى. هذا ما يرتكبه اللسان ويظن أنه صغير، أمر بسيط، كلمة، ويقولون الكلام ليس عليه جمرك، ويتهاونون بالكلام عياذا بالله تعالى. هذا من حصاد اللسان المر الذي يتهاون به كثير من الناس. وهذا له أثر خطير، لأنه عياذا بالله يقطع المجتمع، يقضي على علاقة الحب في الله، يشيع البغضاء والشحناء والعداوة والتدابر والتهاجر بين المسلمين، نعوذ بالله من ذلك. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، أعظم بعبادة هي عبادة الحب في الله. عبادة الحب في الله، هذه عبادة، أنك تحب كل طائع، كل موحد، كل عابد، كل داعية، كل عالم، كل مؤمن تحبه في الله، لطاعته لله ولقيامه بما يجب عليه من تحقيق التقوى وغيره، فهذا يجب أن تحبه في الله. عبادة الحب في الله عبادة عظيمة عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله. هذه المحبة التي توجب محبة الله للمتحابين، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في. وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في. عبادة عظيمة هذه العبادة، لا بد وأن نقوم بها لله، ابتغاء ثواب الله، ويجب علينا أن نحافظ عليها وأن نحصنها وأن نمنعها مما يفسدها وأن نمنعها مما يفسدها، سواء الذين يمشون بين الناس بالنميمة أو من أي كدر يكدر هذه العبادة التي نتعبد بها لربنا سبحانه وتعالى. إن الله تعالى
قد عقد عقدا بين المؤمنين فقال إنما المؤمنون إخوة. هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. فكل مسلم في أي بقعة من الأرض دخل في هذا العقد، أي مسلم في أي بقعة من الأرض فهو أخ للمسلمين والمؤمنين، يحب في الله وينصر ويعان. ثم نحن عباد الله في وقت يحتاج إلى جهود الجميع، يحتاج إلى بذل، إلى تضحية، وإلى دعوة إلى الله تعالى. نحن في وقت لا يسمح أبدا بفراغ أو لهو، فإن الباعث على الغيبة والنميمة الفراغ، من أسبابه الفراغ. قالت العرب: ويل للشاقي من الخلي، أي ويل للمشغول من الفارغ، ويل للمشغول من الفارغ. هذا مشغول ليس عنده وقت، مشغول بطاعة الله وعبادته وطاعته، والآخر خال فارغ. فويل للشقي من الخلي. فالمؤمن لا يعرف فراغا، لا يعرف وقت فراغ، إنما المؤمن مشغول، مشغول دائما بإعداد الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. المؤمن في هذه الدار يعيش فترة معينة هي عمره، فينبغي أن ينتبه لها. جاء في حكمة داود: ينبغي على المرء أن يكون عارفاً لزمانه، عارفا لزمانه، منشغلا بنفسه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، عارفا لزمانه. زمانك أي عمرك شيء شريف بسيط، الزمن يجري بسرعة، يأخذ من آجالنا. فإذا عرفت أنك ستعيش 60 سنة أو 50 سنة أو 70 سنة وأنت لا تدري كم تعيش، إذن ففترة بسيطة جدا تنشغل فيها بإعداد الزاد. اعرف شرف زمانك، امسك لسانك، اقبل على شأنك. كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ من نجاه؟ قال: امسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والله لو أقدمنا على أنفسنا لوجدنا أن في أنفسنا عيوبا تحتاج إلى أعمار إلى عمرنا لإصلاحها. لو أقبلنا على أنفسنا حقا
ما وجدنا وقتا للانشغال بغيرنا. إنما انشغل بنفسك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. كل منا مخطئ، كل منا ذو خطأ. من هذا الذي ليس له ذنوب؟ من هذا الذي ليس له أخطاء؟ الواحد منا يرى القذى في عين أخيه شيء يسير، ولا يرى الجذع في نفسه. جذع، شجرة في نفسك أنت لا تراها، إنما ترى عيوب الآخرين فقط، أما عيوب نفسك فأنت لا تراها، لأنك دائما تزكي نفسك. والمؤمن ينشغل بإصلاح نفسه. كل منا يقبل على شأنه، وليعرف شرف زمانه، وليضع يده في يد إخوانه متعاونا على البر والتقوى، داعيا إلى الله تعالى، لا سيما في هذه الفترة، فترة البناء، فترة إعادة البناء، تحتاج إلى مجهودات كثيرة، تحتاج إلى عمل، إلى بذل وتضحية. وعجلت إليك ربي لترضى، وأن نري ربنا عز وجل من أنفسنا خيرا. نقول لأنفسنا جميعا، لنمسك علينا ألسنتنا، ولننشغل بأنفسنا، ولنبكي على خطايانا، ولنصلح ولا نفسد، والحذر من الغيبة والنميمة، ومن جميع مكدرات صفو الأخوة في الله. الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كما نقول، وأن يجعلنا أفضل مما نقول. اللهم اهد قلوبنا، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وأصلح بين المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أقم علم الجهاد، وأقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم دبر لنا، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك.
اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم من ولي من أمر الإسلام شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق علينا. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم.